مرحبا اخويا جواد، فرحانين انك تكون معنا على لا غاديو ام اف ام. جواد نعرفوا يمكن اول اش كيدير جواد دابا في الغابر، اش كيدير دابا اكزاكتومون؟ ساليت الكره الحمد لله، ساليت في اليونان تما، رجعت لفرنسا مع لا وان شاء الله في المستقبل ندير باش ندخل في الدومين ديال الكره بوغ ابورتي مون اكسبيريونس ومون فيكو ان شاء الله. ان شاء الله تفضل يا زوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. جواد واش عمرك تلاقيتي شي اتصال من عند شي فريق مغربي هنا باش تلعب معاه؟ وكون جيتي للمغرب شكون الفريق اللي كنتي كتمنى انك تحمل القميص ديالو؟ وي كانت عندي لي زوبورتينيتي باش نجي نلعب في البطوله، حمرا كان لي فار يمولي والوداد وسي كان زكي كان يدرب الوداد عيط ليا وقال لي اجي تلعب معنا، ولكن في الوقت انا كنت باغي نبقى في فرنسا وما كتبش فوالا ما جي با اي لوبورتينيتي نكمل في المغرب. انت جواد شنو كتبغي كثر، الوداد الرجاء شنو؟ انا قول لي ساليتي كره. لا الحمد لله، لا رجاء الوداد بحال هاد المومون كنشوفوا لي المباراه مزيانين لا كنتبع مره من ماتش ديال النيفو مزيان وما عنديش شي فرقه يعني سجها سبيسيال. وي تفضل ابراهيم. جواد السلام عليكم. وعليكم السلام. جواد الكل كان يتوقع واحد المسار كبير لجواد الزيري في البدايات ديالو، ولكن للاسف على انه ربما يعني الامور مشات ماشي وفق داك التطلعات ديال الجماهير اللي كانوا كينتظروا. واش جواد راضي على المسار ديالو الرياضي ولا كان بامكانك انك تكون افضل وشنو الاسباب؟ Oui, bien sûr. Je pouvais peut-être faire mieux, je pouvais peut-être faire une meilleure carrière. Des objectifs à aller, je suis un peu plus fort en Europe. Mais la carrière de l'un joueur, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se bloquer. انا شبونس كو في لو شوا ديالي في بعض المرات مثلا ملي مشيت في السعودي شبونس كو سايتي ان شوا ديفيسيل و ما ام تي بو بوسي بارتيغ لابا، ومن بعد ملي كتلعب في الدولي السعودي ملي كترجع في اوروبا يعني لا كوت ديالك ما تبقاش بحال في الاول. ومن بعد جي غيوسي ا روبوندي في اولمبياكوس ولا في ليغ دي شامبيون، ولكن الحمد لله داك الشيء مكتوب وفي كل فرقه اللي دوزت جي ابري بلان شوز افيك دي انترينور ديفيرون. جي كوني انا فالفيردي اللي كان في برشلون والحمد لله. جواد شنو اللي غيبقى دائما عالق في راسك زعما مورا ما ساليتي الكرة سواء مع المنتخب ولا مع الفرق اللي لعبتي فيهم؟ وي لي سوفينير كاينين بزاف صراحة. أحسن سوفينير ديجا لا 2004 الباركور اللي درنا في تونس ديجا هذا أحسن سوفينير، وكاين عاوتاني لا ليغ دي شامبيون اللي لعبت مع الأولمبياكوس لو تيتر الأولمبياكوس وفوالا. واحد الماتش ديال الارجنتين ما عقلتيش عليه بقيتي كيخربق فيه. وي حتى هذا لي سوفنير، ولكن كاينين بزاف لي سوفنير مع المنتخب فرونشمون. مع المنتخب دوزنا الوقت مزيان بزاف، كان هذا الماتش ديال الارجنتين لا كان بزاف لي مومون اللي دوزنا مزيانين الحمد لله. شكرا بزاف خويا. اكيد كنتمناو لك التوفيق ان شاء الله في المسار التدريبي ديالك، نشوفوك مدرب كبير ان شاء الله. شكرا خويا جواد. ان شاء الله بارك الله فيك. بون راديو ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا خويا جواد. الو جواد بلاتي. سلام معك حفيد دو جينغا فوت كازابلانكا.
J'espère que vous allez bien. Enfin, moi, j'ai un petit souvenir. Tu me chites, Wahad Nar, parce que tu l'as vu en 2004 contre l'Algérie. Quand tu as dit que la France a dit que Nar, parce que tu as dit que tu as dit que je regardais le match Wahad Nar, et tu as dit ومشيت على رجلي الوضع على الدم كانوا خاسرين المعيط على الدراري اللي راه رعنا رجعنا ريمونتادا بون جواد ان فيت ابارتي دونك جي سويفي افيك اتونسيون لا ليشانج كو تا يو افيك لي كوليغ او نيفو دو لا راديو جوست بور بريزونتي نو اون اون بتيت اون اي اون اكاديمي دو كازابلانكا tu seras toujours le bienvenu pour échanger avec l'ensemble du staff et des enfants concernant ton parcours, sachant qu'au départ de l'ouverture, il y a eu Anelka qui était venu pour faire l'inauguration. Et bien au contraire, on serait toujours plus attentif à un lion de l'Atlas qui parle de son expérience à différents championnats dans le monde. En tout cas, Merhababi, quand tu veux. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Grand plaisir. Voilà. Avec plaisir, parce que je compte venir, Inch'Allah, dans pas très longtemps au Maroc. Si tu veux, Inch'Allah, tu peux prendre mon numéro chez, avec grand chez plaisir. La personne de la radio et avec plaisir. Inch'Allah. Avec grand plaisir, tu seras bienvenu. Merci. Marhaba, khouya Jawad, marhaba bik. Diru like ou partagez la vidéo. Ou ne t'en saouche, abonnez-vous, flashez-vous, d'octo la jaras, pour que vous soyez tous les jours de MFM Sport.